كل السلفيين لا مبتدعين لو جحروا كلهم مبتدعين وعلماء كلهم تحت الأكبر وشولهم حب السلفية وأنا المستريحين يتفرجون هذا خلاص تأتيني وتشكار من كل أكبار الدنيا والله من إلى وروح متعلم يومين ثلاثة شهر شهرين ويروح أقصى إلى روسيا وبيت وبيت وحيا نحيا في السماء وبيت وبيت هذا دعوه بريطانيا السودان مصر تركيا كينيا ليبيا كل الدنيا مشحونين شحن ضد السلفي والسلفي حرب ما نبي احنا صابرين من 7 سنوات تأتينا الكتابة والشفاء ونحن نسلم الله منتظر تغيير هذا المسار الآن اضطر يحيى أن يغير هذا الكتاب وهذه الأساليب إذا مشى عليها ستكون فتنة لا نقيض بها اكتب له يا اكتب له اكتب ايش؟ اكتب له رسالة أعطيتكم الآن وقد ناصحته أحيانا الناصحة تستمر ساعتين ونص ولا يسمع ويعد ولا يهدي بارك الله فيكم وسلامي لغلات ودو لا نظير له يعني إمام الثقلين إمام الثقلين وناصح الأمير والله والله قلوا 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 دعوة المشايخ ابن باز والبان من أحد الآلة من أحد الآلة يعني لو يكون هناك يعني مناصحات ورسالات ونسمع ونصحوه تقبلوني وتصدقوني والله ما ننصح يا عمي اخوة منهم مواقف الرجال قلت أضر الناس لأن غدا والسلام والله ننصح يا لا أحد أضر من يحيى دمه هي الوحيدة كل المدارس تحترق دم نفيه دمه هذا خطأ لا أخي عندنا مدارس من مدارس كثيرة تجاري لا أخذ مجموعة بالفلوس المؤلفة كلهم على مثل سلفي يدعون السلفية ويدعون عنها كلهم تحترق دم في المملكة في اليمن في الجزائر في كل مكان كل شيء تحترق دم ولا أحد يقول له أنا آمين 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 هذه هي تضيع سلفية ولا هي سلفية